جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها ثم قتل. قتل شكون قتل؟ ما قتلش. تهم القتل معناتها كيفاش؟ فسر لي. قتل مولود بنتي عمته اللي تحملت الجريمة وما مرتاش. فهمتك معناتها انت توا عندك 3 سنين. 3 سنين وستة شهور. قلت لي عمرك ايش 50 سنة؟ عمري 53. أول مرة تدخل الحبس؟ أول مرة. معناتها عديت عمرك 50 سنة وجيت في 50 كنت روحك في الحبس. كنت روحي في الحبس. احكي لي كيفاش عشتها التجربة، كيفاش لقيتها، كيفاش. دخلت صعيبة ومكرت، تعبت، قالت لي تنسيون، خليت داري، خليت راجلي، خليت ولادي، أني أم، عندي أحفاد، عندي ولادي عايشين في الخارج كي يجيو ما يلقاونيش، قعدت كامل عصابي ولا عصابي، وبعدين تأقلمت مع الحال مع السجناء كي الناس. قداش نحكم عليك؟ نحكم عليه 6 سنين. 6 سنين. لنفس الجريمة هذه، معناتها حكم نهائي. حكم نهائي. وتقبلت الوضعية على أساس إنك مش. تقبلت وعندي مش باش نعمل، لا غادي رجع قدر ليك، لا غادي. تحملت التهمة ما عملت إيش، تحملت كل أم تصحي. معناتها أنت ظلمت للسلطات، قلت وحاولت تبرر إنك ما عملتش معناتها. إيش لا غادي، لا غادي ربي قدر ليك، يا الحمد لله. تتفصل انت توا معناتها عديت 3 سنين واش كيفاش تعديهم معناتها؟ معناتها خاصة المرأة مش سهل عليها، المرأة اللي كانت تقوم وتقضي وتسيق وتنظف وتقد وتمسح ويمكن تتشكر من هذا الكل، اليوم انت هذيك كلها محرومة منه. هذا الكل ما لا غالبش باش نعمل. كيفاش عيشتك كمرأة معناتها في الحبس؟ خلينا نفهم. عيشتي عايشة عادي، قبل تعزمت قلت لك تحير تجي ما تجي عاوني على أعصابي، تو كي نتفكر وليدي أعصابي تنهار. أما لا الحمد لله لقيت معناتها معاملة طيبة، لقيت العوالي معايا باهيين، سيد المدير الله يرحم والديه كي نطلبوا في زيارة مباشرة، حمل ولادي يعطيني ما يديرنيش، تنصرهم في البلوار زادة، يجوني ولادي نشبع بيهم، يجوني من الخارج زادة نشبع بيهم، ونحملهم هني ونحضنهم، الله يرحم والدين ووالديهم، كلهم باهيين معانا، ناكلة باهية. أني نمسكم في شنبكين، لا فيها دخان، لا فيها حد شيء، سي كبار معايا، اعتبار اخواتنا مع بعضنا، اللي تمرض ندوروا بها، مثال مش نفطروا الناس كل نتلموا على طاوله واحده، كي تجي قفه كي ما تجيش كنا بخيط. وتو تأقلمت مع الحبس معناتها اعتبار اني نستحشي ولادي وداري كهو. نستنى نتصور في اي لحظه تستنى وقتاش تروح؟ استنى في اي لحظه نروح. امر كلهم الله يرحم والدين والدي وكان سيرتي زاده طيبه، مانيش مش نشكر لك روحي انا والعوام الناس كل تعرفني. فهمت؟ ويرحم والدين والدي. باهي نحب نزيد نحكي معاك على العيشه الداخل معناتها. كيفاش تعدي النهار ملي تقوم للي نعدي النهار انا نقضي في الشامبر نتحط ونسيف بعضنا نصلي ونسبح ونذكر شويه قران ندعي لربي باش ربي يخف علينا وهذا هو جوهر اف ام. الدنيا وما فيها